صباح طيب وكله خير. ودلوقتي ميعادنا مع نشرة الطقس بالتفصيل. هيئة الأرصاد بتتوقع أن الطقس النهاردة حر بالنهار على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، ومائل الحرارة على السواحل الشمالية، إنما شديد الحرارة على جنوب الصعيد. بالليل الجو هيكون مائل للبرودة على شمال البلاد وحتى شمال الصعيد، ومعتدل على جنوب الصعيد. خلونا دلوقتي نعرف تفاصيل أكتر عن حالة الجو النهاردة من الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير على حضرتك أستاذة لميا، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. أهلا بك يا فندم. أهلا بحضرتك، وطمنينا، هل ما زلنا في استقرار في درجات الحرارة وفي الظواهر الجوية اللي موجودة، ولا في تغير، في منخفض ممكن نتعرض له أو مرتفع؟ لا، هو اليوم تحديدا الحمد لله لسه قيم درجات الحرارة فيها استقرار بشكل كبير، بتعتبر حول المعدلات أو أعلى من المعدلات الطبيعية للوقت ده من السنة. العظمى على القاهرة الكبرى هتكون 31 درجة مئوية، فبالتالي لسه الطقس إحساسي بيه اللي هو الطقس الربيعي الحار فترة النهار في القاهرة الكبرى، محافظات الوجه البحري، محافظات شمال الصعيد. طقس أقل حرارة في السواحل الشمالية اللي هي المحافظات المطلة على البحر المتوسط، أجواء مائلة للحرارة خلال فترة النهار. أيضا أجواء شديدة الحرارة في جنوب الصعيد، ده بيكون في فترة النهار وتحديدا كمان في فترة الظهيرة مع شدة الإشعاع الشمسي. فور غياب أشعة الشمس ودخلنا في فترة الليل بيكون في انخفاض في قيم درجات الحرارة، بنحس أكثر بالانخفاض ده في فترة الليل المتأخر اللي هي فترة الفجر وفترة الصباح الباكر، لأن الأوقات دي كمان اللي بنسجل فيها أقل درجة حرارة على مدار اليوم كله، والصغرى المتوقعة إن هي تكون 18 درجة مئوية، فبالتالي أجواء مائلة للبرودة في أغلب محافظات الجمهورية، خاصة المحافظات الشمالية اللي ليها ظهير صحراوي بشكل كبير أو المدن الجديدة، لأن كمان اليوم متوقع أن يكون في نشاط للرياح في بعض المناطق من القاهرة الكبرى، بعض المناطق من محافظات شمال البلاد، يعني من شمال البلاد ومناطق كمان من جنوب سيناء، وجود نشاط للرياح دايما وهنحس بيه فترة المساء وساعات الليل، ده يلطف الأجواء بشكل كبير ويساعد على إحساسنا بانخفاض قيم درجات الحرارة والبرودة اللي بتبقى موجودة معانا في فترة الليل. الشبورة المائية طبعا ظاهرة جوية بتأثر فترة الصباح الباكر وساعات الليل المتأخر على أغلب الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، وبتأدي لانخفاض في الرؤية الأفقية. يمكن الآن في شبورة مائية على بعض الطرق المؤدية من وإلى المناطق الموجودة في محافظات الوجه البحري وأيضا السواحل الشمالية، ومؤثرة على الرؤية الأفقية، لكن هي أيضا سرعان ما هتتلاشى مع سطوع أشعة الشمس، يعني تقريبا مع الساعة 8 صباحا الشبورة المائية تبدأ تختفي، الرؤية الأفقية تبدأ تتحسن على أغلب الطرق. دي الحالة الجوية للنهاردة. بكرة إن شاء الله معنا الحد والاثنين ويمكن كمان يوم الثلاث هنتأثر بوجود منخفض جوي موجود في طبقات الجو العليا. المنخفض الجوي ده هيعمل على وجود السحب المنخفضة والمتوسطة اللي هتحجب جزء من أشعة الشمس على مدار اليوم، فمن بكرة إن شاء الله هنحس أكثر كمان بأجواء ربيعية، هيكون قيم درجات حرارة أقل من النهاردة بحوالي درجتين لثلاث درجات. العظمى على القاهرة الكبرى هتكون ما بين 28-29 درجة مئوية فترة النهار. هيكون كمان في فرص لسقوط الامطار في الاماكن الساحليه المطله على البحر المتوسط، هتكون امطار ما بين خفيفه الى متوسطه على السواحل المطله على البحر المتوسط وايضا محافظات شمال الوجه البحري. خلينا ننوه ان في اضطراب في حركه الملاحه البحريه على بحر المتوسط. اليوم ارتفاع امواج على شواطئ البحر المتوسط ما بين 2 الى 3 متر، والبحر المتوسط غير مؤهل تماما لاعمال الصيد والملاحه البحريه، وده متوقع كمان يكمل معانا الحد والاثنين، فلازم ناخد بالنا بشكل كبير من اضطراب الملاحه البحريه في البحر المتوسط او ارتفاع الامواج كمان على الشاطئ، لان احنا فتره اجازه معظم الناس بتحب تروح الاماكن الساحليه، ناخد بالنا بلاش التعمق داخل البحر المتوسط، او نخلينا دايما في منطقه امنه في الشاطئ، لان في اضطراب شديد في حركه الملاحه البحريه. كمان نوعيه الملابس فتره الليل لازم ناخد بالنا منها بشكل كبير، لان على مدار هذا الاسبوع كله ان شاء الله البروده لسه موجوده معانا فتره الليل، فيفضل الملابس ما تكونش ملابس صيفيه فتره الليل المتاخر او فترات الصباح الباكر. القياده ايضا تكون بهدوء تام على اغلب الطرق مع وجود الشبوره المائيه، وحذر شديد، نتابع كافه تعليمات المرور، وما زلنا دايما بنقول لازم في فصل الربيع نتابع النسبه الجويه بصوره يوميه. طيب طمنينا على نسبة الرطوبة النهاردة عاملة معانا ايه؟ هو طبعا لسه في نسب رطوبة موجودة في الجو، احنا بنتأثر بكتل هوائية قادمة من على البحر المتوسط، ففي نسب رطوبة موجودة في الجو لكن مش محسوسة بالشكل الكبير، لكن هي أيضا موجودة في الجو بتبدأ ترتفع تدريجيا، وخاصة كمان إن احنا كل ما تقدمنا أكثر في شهر 5 تدريجيا هيبدأ في ارتفاع في نسب الرطوبة، لأن احنا خلاص بنبقى بنقترب من فصل الصيف،
اللي بقى فيه ارتفاع في نسب الرطوبه، فنسب الرطوبه موجوده معانا النهارده بس مش هنحس بيها بالشكل المؤثر طبعا زي فصل الصيف، لكن هتاثر على احساسنا بقيم درجات الحراره النهارده كمان مع فتره المساء وساعات الليل ووجود نشاط رياح. وجود نشاط رياح دايما في الجو يقلل احساسي بوجود نسب رطوبه اللي هي بتتجاوز ال 75 و80% في الاماكن الشماليه، وطبعا كل ما تقدمت للمناطق الداخليه كانت نسب الرطوبه اقل. طيب حضرتك من شويه نبهتينا ان المناطق الساحليه بلاش ننزل فيها علشان التعمق في البحر وحركه الملاحه البحريه، في الاجواء اللي احنا بنعيشها اليومين دول اجازات واعياد الناس تخرج في اي مناطق تحس باجواء لطيفه ويستمتعوا بالجو فين؟ احنا طبعا الاماكن المطله على البحر الاحمر قيم درجات الحراره فيها خلال فتره النهار بتكون حوالين 32 34 درجه مئويه، في شرم الشيخ، في الغردقه، في اعتدال كمان في حركه الملاحه البحريه على البحر الاحمر، ارتفاع امواج ما بين 1.5 الى 2 متر، كمان فتره الليل ما بيبقاش فيه البروده الكبيره زي السواحل المطله على البحر المتوسط، يعني احنا عندنا فتره النهار الاجواء الحاره، فترات الليل الاجواء بتكون معتدله بشكل كبير، لكن احنا عندنا الاماكن المطله على البحر المتوسط غير الاضطراب اللي موجود كمان في البحر المتوسط، عندنا بيبقى فتره الليل فيه بروده، يعني احنا صغرى فتره الليل في مطروح او العلمين او مناطق من الاسكندريه بتتراوح ما بين 15 ل 16 درجة مئوية. فهي أنسب أماكن دلوقتي هي الأماكن المطلة على البحر الأحمر، قيم درجات الحرارة فترة النهار هتسمح إن احنا ممكن ننزل البحر، وكمان فترة الليل الأجواء معتدلة، لكن أيضا نقدر نستمتع بالأجواء في الشواطئ المطلة على البحر المتوسط لكن بيكون بحذر طبعا. لأنه نكون بحذر طبعا، البحر بلاش ننزل البحر فترة الاضطراب، والملابس فترة الليل تكون ملابس خريفية أو شتوية خفيفة أو معانا الجاكيت على الأقل لو حسينا بانخفاض قيم درجات الحرارة. الطبيعة الجغرافية للمحافظات الحدودية أو الجنوبية بتخلينا نسأل طول الوقت أخبار الجو هناك إيه في المناطق دي؟ هو طبعا احنا عندنا المناطق الحدودية الموجودة في جنوب البلاد زي الأقصر وأسوان، المناطق دي قيم درجات الحرارة فيها فترة النهار بتكون مرتفعة بشكل كبير، أجواءها شديدة في الحرارة فترة النهار معتدلة خلال فترات الليل، يعني احنا بنتكلم في عظمى فترة النهار بتكون ما بين 38 ل 40 درجة مئوية، فترات الليل الصغرى بتكون ما بين 23 ل 24 درجة مئوية، هي أجواءها معتدلة بشكل كبير فترة الليل، لكن طبعا ارتفاع قيم درجات الحرارة فترة النهار بيبقى موجود ومؤثر بشكل كبير. تباين كبير في درجات الحرارة صبح وليل. تباين كبير في قيم درجات الحراره، لكن هي ايضا فيها استقرار كبير في الاحوال الجويه، رغم ان هي من ضمن المحافظات اللي بتتاثر بسقوط الامطار في فصل الربيع، لكن الحمد لله خلال هذه الايام الاحوال الجويه في المحافظات الحدوديه مستقره بشكل كبير، على الاقل في فتره الاسبوع ده احوال جويه مستقره في اغلب محافظات الجمهوريه وحتى المحافظات الحدوديه، لكن زي ما حضرتك قلتي الطبيعه الجغرافيه في الاماكن دي بتخلي في تباين في قيم درجات حراره، وبتختلف بقى من محافظه للثانيه، فلازم ناخد بالنا من التباين ده بشكل كبير خاصه في فتره الليل تجنبا بس لنزلات البرد. اخيرا يعني اخر سؤال عايزه اسالك فيه، دايما في الاجواء الربيعيه دي بحب اخد منك نصايح تقدميها للناس علشان يحافظوا على صحتهم. احنا طبعا بنقول مهم جدا ان احنا اول حاجه نحافظ على الصحه ان احنا نتابع النشره الجويه، انا من متابعتي للنشره الجويه يوميا اعرف ايه الظواهر الجويه اللي ممكن تاثر عليا اذا كان اكتئاب والمطره او حتى انخفاض ارتفاع في الحراره، وابدا اطلب نفسي ونوعيه ملابسي مع درجات الحراره المختلفه او حتى كمان الظواهر الجويه المختلفه، فمهم جدا ان احنا نتابع النشرات الجويه، مهم كمان ان احنا نوعيه الملابس ناخد بالنا منها تجنبا بس من نزلات البرد، لان معظم الناس بدات تشتري الملابس الصيفيه فتره النهار، الملابس دي مش مناسبه لفتره الليل بشكل كبير في معظم المحافظات، فناخد بالنا من نوعيه الملابس فتره الليل، دايما يكون معانا جاكيت معانا واحنا خارجين ونبقى عارفين ان في بروده فتره الليل، مهم كمان مع وجود السبوره المائيه القياده تكون بالدخان وحذر شديد، نتابع كافه تعليمات المرور فتره الصباح الباكر، لان معظم الناس بتحب السفر في الاماكن المختلفه من الجمهوريه وخاصه الاماكن الشماليه، فناخد بالنا من السبوره المائيه، وكمان مرضى الحساسيه الصدريه والجيوب الانفيه مهم جدا ياخدوا بالهم لو كان في اي اقربه والمنوصاره، مهم جدا ان احنا نرتدي الكمامات واحنا خارجين، وان شاء الله دايما السلام عليكم. بشكرك في النهايه، شكرا جزيلا الدكتوره منار غانم عضو المركز الاعلامي بهيئه الارصاد الجويه. ودلوقتي مشاهدينا تعالوا نتابع درجات الحراره المتوقعه النهارده، ونبداها على طول بالقاهره للعظمى فيها 31 والصغرى 18، العاصمه الاداريه 30 17، اسكندريه 25 16، والعلمين 25 16، مطروح 24 15، ودمياط 26 18، بورسعيد 26 18، اسماعيليه 32 17.
السويس العظمى فيها 32 والصغرى 18، العريش 29 18 وكاترين 27 13، طابة 30 22 وحلايب 31 23، شلاتين 32 23، شرم الشيخ 34 23 والغردقة 34 23. الفيوم العظمى فيها 33 والصغرى 20، بني سويف 33 20، الوادي الجديد 37 22 وأسيوط 34 20، سوهاج 36 22، قناة 38 25، الأقصر 38 24، وأخيرا أسوان العظمى فيها 39 والصغرى 25. مشاهدينا، دي كانت درجات الحرارة المتوقعة النهاردة، ودي كمان تعليمات هيئة الأرصاد الجوية.